الكثير يعاني من حب الشباب وحبوب البشرة عموما، الدهنية واللي أحيانا تتعب وأحيانا تألم وأحيانا شكلها يكون من جد يكون محرج الواحد يطلع قدام الناس فيها، خصوصا السيدات واللي تكون معرضة لتوسع المسام واللي تؤدي إلى ندبات بعد ذلك. اليوم راح نتعرف على حل لإزالة زي ما قلت قبل شوي لإزالة هذه المشكلة نهائيا، وهو عبارة عن خلط تقنية الفيتال مع CO2. خلونا نشوف. بالنسبة لعلاج اليوم حنتكلم على الفراكشنال سي او 2 ليزر، العلاج الليزر اللي يعمل بالبيس باي بيس يعالج البشرة. هو العلاج هذا مصمم لعلاج آثار حب الشباب وآثار الخطوط الرفيعة في الوجه وأضرار الشمس اللي تحدث في الوجه. بالنسبة للعلاج هذا علاج بسيط وغير معقد، العلاج ياخذ تقريبا 45 دقيقة. أول 20 دقيقة خلي كريم البنج المخدر الموضعي في المنطقة، بعد ذلك ب 20 دقيقة نبلش بالعلاج. المريضة حتلاحظ دارك بعد العلاج انه في احمرار بالوجه لمدة يومين الى 3 ايام، يتبعها تحول لون البشرة للون البرونزي اللي البشرة تقوم تقشر وترجع على شكلها الطبيعي خلال اسبوع تقريبا. بالنسبة لهذا العلاج ما ياخذ اي وقت، المريضة تقدر ترجع لحياتها الطبيعية مباشرة، تحط الميك اب دايركت بعد العلاج. ممكن نسوي تقنية ميكس احنا عملناها وطورناها مع هذا العلاج، هي تقنية حقن اوبر الفيتال في الحفر، يعني نعمل الفراكشنال مع اوبر الفيتال تعطي شكل اجمل، نتيجة مباشرة المريضة تقدر ترجع لحياتها الطبيعية بعد اي مناسبة او شيء خلال اسبوع تقريبا. النتائج هذا العلاج هي نتائج دائمية. بالنسبة للعلاج ممكن حسب الحالة ممكن بين 3 الى 4 جلسات، بين جلسة وجلسة تقريباً 3 الى 4 اسابيع. الحين احنا خلصنا العلاج، بعد العلاج ننصحك انك تحطين واقي شمس قبل ما تطلعين من البيت بربع ساعة، وعدم التعرض للشمس يفضل لمدة 4-5 ايام، واحنا نشوفك بعد اسبوع للمتابعة ان شاء الله.